علينا فوسفات وجوج بحارة فوسفات وجوج بحارة عايشين عيشة مقهورة عايشين عيشة مقهورة فوسفات وجوج بحارة فوسفات وجوج بحارة عايشين عيشة مقهورة عايشين وجوج بحارة عايشين عيشة مقهورة عايشين عيشة مقهورة فوسفات وجوج نجتمع في هذا اليوم على الصعيد الوطني بناء على دعوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي نظمه وطنيا من أجل الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ومعاناة الشعب المغربي ومن أجل التعبير عن الغضب وعن التدنيد بما تعرفه الأسعار وما تعرفه القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من تدهور وما يستهدفه الطبقة العاملة أساسا في طنجة من تضييق على الحريات النقابية وتسريح فردي وجماعي وإخلال الحكومة بالتزاماتها السابقة ومنها اتفاق 30 أبريل الذي كان من بين نقطه الأساسية الرفع من الأجور وتراجعت الحكومة نظرا لأنها محكومة تتلقى أوامرها من صندوق النقد الدولي ولذلك نحن نعتبر على أنه لا أمل في هذه الحكومة وأن الأمل معقود على الطبقة العاملة والشعب المغربي من أجل أن يدافع عن حقوقه العادلة والمشروعة بالطرق القانونية والسلمية حتى ينتزع حياته الكريمة وحقه في التعليم وفي العمل وفي الصحة وفي العيش في ظروف تليق بالمواطن المغربي وتليق بما قدمه مناضلاتنا ومناضلون من تضحيات في سنوات الرصاص وبعد ذلك وإلى يومنا هذا لذلك نحن صامدون مناضلون تابعون للطريق النضال حتى نحقق مطالبنا وحتى نرى ما يثلج صدورنا في الشعب المغربي الذي يستحق كل خير. نحن نعلم على أن المغرب والحكومة المغربية تستفيد من كل المصائب فهي استفادت من حرب أوكرانيا من خلال الرفع من إنتاج الفوسفات وتصديره بما يصل إلى حوالي 80 مليار درهم خلال سنة 2022 والسؤال ماذا استفاد المغاربة من هذا؟ والمغرب استفاد أيضا من عملية الوصول إلى استكشافات للطاقة وما يسخر به من ثروات ونتساءل أيضا ما هو نصيب الشعب المغربي المحروقات كما نعرف الحكومة المغربية على غير الحكومات في الأوطان التي تحترم مواطناتها ومواطناتها والتي نسمع يوميا كيف أنها تدعم هذه المحروقات وتدعم المواطنات والمواطنين وكل الذين يلحقهم الضرر من غلاء الغاز ومن غلاء المحروقات كلهم يقدمون هذا الدعم باستثناء حكومتنا وباستثناء اللوبيات التي تتحكم فيها فهي تزيد زيادتين زيادة لكي تسدد بها فاتورة المحروقات وزيادة لكي تضعها في جيوب الفاسدين والمفسدين وهؤلاء ربما الزيادات التي يقتطعونها لأنفسهم هي أكبر مما تستحق هذه الزيادات على المستوى الدولي ونحن نتابع كيف أن الأسعار ترتفع وتتراجع على مستوى العالمي بينما في المغرب ترتفع بدرهم وأكثر وتعود لتتراجع بعشرين سنتيم أو غير ذلك ثم تزداد وهذا يعني على أن العملية لكل متتبع منطقي يعرف على أن هناك فساد وهناك استحواذ على خيرات الوطن وهناك استحواذ على مقدرات هذا الوطن وهو ما يجب أن يناضل عليه الجميع وما يجب أن يدافع عنه الجميع حتى نرى مغربا يستحق أن ننتمي إليه كمواطنات ومواطنين يكفل لنا حقوقنا ويكفل لنا العيش الكريم. اليوم عندنا وقفة احتجاجية أمام مقر ديال الاتحاد المحلي وهذه وقفة وطنية يعني في المغرب كامل أمام مقر الاتحاد يعني المحليات يعني اللي تابعين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. يعني السبب ديالها هو غلاء الأسعار يعني في المواد الأساسية المعيشية ديال المواطن. يعني خرجنا هنا جميع القطاعات كتندد
وكتستنكر هذه الزيادات يعني المتكرره والصاروخيه اللي موجوده في هذه الارض السعيده. مواطن القدره الشرائيه ديالو ضعفت، علين ما يقدرش يساير يعني العصر والمتطلبات ديالو. حنا كقطاع سياره اجره حنا مضرورين يعني كسائر مواطنين، زائد حنا عندنا الغلاء ديال المحروقات، اسعار المحروقات يعني بواحد يعني الغلاء فاحش اللي اثرت على القدره الشرائيه ديالنا. تقريبا يعني 100 درهم ولا 120 درهم نقصت مثلا كل المدخول يعني الرسمي اللي كان العادي ديال السائق. دابا حاليا يعني السائق المهني مضرور يعني واحد الضرر اللي ما كيتصورش، علاين يعني غارق في كريديات لا مع مول البقال مع مثلا مع مول الدار في الكراوات في المسائل هذه، علاين السائق مثلا ينهار وينزل السوار ديالو ويبدل قطاع اخر. احنا في هذا الامر هذا خرجنا ندو اليوم كمرحله اولى، ومراها ان شاء الله غنقدروا نعملوا شي حاجه خاصه بقطاع سياره الاجره، وغنكروا نستنكروا وغندوا حتى يتم تسويه هذا المشكل. هذا حنا كمهنيين كنطلبوا اما بالتسقيف او لا بالغازوال المهني. اما هذه المهزله اللي كيديروا مثلا دابا حاليا زيادات راه ما خدامهاش. حنا كنتبعوا السوق الدولي هي بزياده، في الساعه اللي كينقص السوق الدولي علاش ما كننقصوش؟ تماما يعني ما يمكنش الا كنتبعوا السوق الدولي نتبعوا بزياده والنقصان. ملي كينقص في السوق الدوليه وكتعوض الامور حنا كيبقى لنا الاثمنه هي هذه. ولهذا كنطالبوا مثلا الحكومه تشوف في هذه الفئات وخاصه اللي كتشتغل بالمحروقات. راه حنا مضرورين في المواد الاساسيه ومضرورين في غلاء الاسعار، وهادشي هذا ما نسكتوش عليه وغنناضلوا عليه الى ان يتم النظر في المشكل ديالنا ونجبروا الحل، والحل هو الغازوال المهني ان شاء الله. والسلام عليكم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.